مع علي الشابي على موزايك فام. رجعنا لكم السادك في بير من نوصل إلى حتى الماضي ساعتين تاع الليل. بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 71113 حتى الماضي ساعتين أمتع الليل. بإمكانكم أيضا إذا كان تسمعوا في الراديو بطريقة تقليدية في الكهرباء ولا بجهاز الراديو وإلا على السمارتفون أرغب بإمكانكم مشاهدتنا على البث المباشر الحي على صفحة الفيسبوك موزايك فام صفحة الرئيسية متاعنا وأيضا على سيت ويب موزايك بطبيعة الحال تلقاو للايف البث المباشر لبرنامج سرك في بير المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو ياسين. ألو عسلامة ياسين. وي مرحبا بك. مرحبا بك ياسين. أبيس. قداش عمرك سيدي؟ عمري 29. قداش؟ 29 سنة. 29 سنة. مرحبا بك سيدي. تخدم مش تعمل في الدنيا؟ والله عندي بروجي صغير. بروجي صغير ماشي الأمور ولا كيك أوبر؟ الحمد لله صباح. لبس سامخش. لبس الحمد لله. ألا غرش مقلق خويا في نص الليل ونص باي أنا ملي معناها ملي صغير متربي في انتوراج الكلهم من سيف فهمتني معناها ما نخرجش نلعب البرة ما نحوسش ما حد اللي سي كوليج دارك. أنتم قداش أخوة في العائلة؟ أنا عندي خمس أخوات بنات. خمسة؟ أخوات بنات. خمس أخوات بنات دونك تربيت في بيئة كلها بنات معناتها كلهم بنيت وحتى يجوا صحبت أخواتي البنيت ويجوا تجوا صحبة أمي معناها وعشويات في الدار ديما مع البنيت فهمتني جيت مع البنيت هيك هوا ما نفهمتش ما نجمتش نعيش ما خلتش معناها أولاد ما كورتش ما لعبتش مع الصغار فهمتني كيفاش حتى قبل كي نخرج نلعب البرة دارنا يضربوني يقولي ليه ما تخلتش هذوكم خميج وما دخلتش هذوكم مصريين فهمتني هيك هو هذا تغير معنا تدخل في ولد مغروم بكر فازيت متاع المكياج متاع الروب متاع ولد حتى كنت قاعد وحدي في الدار مرات نبدأ نلبس في الكالسونيت متاع أخواتي نبدأ لبس في الروب متاعهم ونبدأ نتفرج في روحي في المراية دونك الميول هذايا الميول الجنسي اللي عندك يعني انت ترجعوا للبيئه اللي عشت فيها انك عشت في عائله فيها بنات الى درجه انك تتقمص معناتها في دور البنايه هكا ولا تتقمص في دورها وتلبس الملابس اللي تحيلك على المراه هذا هو اي وقتها حكيتش للعائله حكيتش للدار ما نجمت انا وقتها في عمري 14 سنه بالضبط عمري 14 سنه بالضبط حصل عندي ذي طفل معناها اصحاب انا وياه درست ان معناها مخبيه على دارنا ما نحبش نقول عليه دارنا خاطر ملي صغير يضربوا فيه ما خلونيش نتخالط الاولاد تاعهم ما انت داركم يخليوك تخالط كاين بنات لا معناها الاولاد نتاعهم الاولاد لا دونك كان خواتك البنات اللي عايشوا مش الاولاد الكل معناها الاولاد نتاعهم مثلا ديما في دار دارنا اللي هم مسخين اللي هم خايبين اللي هم معناها كل شارات شكون يقول عليهم هكا؟ امي واخواتي البنات وهما بالحق هكا والا لا؟ منين نشوفهم ولاد عادي معناها خاطر هم يعني اولاد حومه انت حومه عربي ولا ما هكا وهكا مش معناها مش لي مش بدي يعني برجوا ما همش معناها فات كيما التوانسة الكل تربينا في حوام عادية معناتها ولا يعطيك الصحة حسن وصلت سامحني في الكلمة وصلت معناها عملت اني اوبيراسيون سيكسويل مع طفل الاج دو كومبيان قداش العمر 15 سنة بدافع منك انت ولا منه هو من الزوج لا شكون اللي بادر مهم تحديد الدوافع معناها هو بدا معناها هو بدا بالكلام وانا وانت كملت قلت لك انا معناها انا وليت معناها كيفاش نقولوا من اللي فازيت اللي قلت لك عليهم الصغرى وليت هكاك الحكاية مشيت معاه في الخط مرة اثنين ثلاثة أربعة تعاودت برشا مرات يعطيك الصح هيك ولين وليت احكي متعاودة معناها مشكل ما هو بركة مع انت وقتها ما تقلقتش انت وقتها ما تقلقتش ما شفتهاش حاجة غريبة لا ما
يعني نحس في روحي فرحان. فوالا دونك عندك احساس بالساتيسفاكسيون انك ما ارتكبتش ذنب. لا كمل قرايتك. حكيت لحد سامحني؟ لا ما نجمتش. حكيت لحد واضح. كملت قرايتي وكل شيء مشيت ماني قلت لي حليت البروجي بداو دارنا في ولدي كبر في ولدي كبر لازم نعرسو له. وانا كنت كونترها الحكايه هذه. كان عندك تليفون كان عندك تليفون سكر ميساجر. اي بحثي تليفون. اي نحي الميساجر. سامح. هذا سكر وتهو. تفضل. قلت لك معناها بحذاه استغفر الله العظيم. بداو ما سدوني وولدي كبر لازم يعرس وولدي كبر لازم يعرس. ما نجمت انا ما نجمتش نعرضهم. ما نجمتش تعرضهم. وانت ما نجمتش نعرضهم وما نجمتش وفقت لهم على طلب. يعني ايش عملت بالضبط؟ عندي امي معناها قالت لي عندي واحده تحت يدي ودرسنا ونخطبها. تعرفها انت؟ انا لا. انا الاولى رفضت على الاخر قلت لها مستحيل. سامحني رفضت علاش؟ لا رفضت علاش؟ ما رفضتش على خاطر ما كنتش كانت باش تكون مع الطفله هذه ما نجم اللي باش ناخذها ما نبش يسمعوا دارنا بالحكايه وكذا. اللي انا مانيش في النجم نعمل مع حد شيء. علاش حكمت هكا انت؟ بخاطر نعرف روحي اللي انا ما نجمش نعمل مع حد. انا عمري في حياتي ما صحب الطفله وما عجبتني حتى طفله. دونك عندك ميول للاولاد اسونسيلمون بعد التجربه الاولى اللي عملتها. اي لكن انك تحكم انك باش تاخذ غدوه امراه وتحكم على الممارسه الجنسيه انها ماهيش باش تتم ماهوش صحيح. صارت الحكايه كيما كيكا ومن بعد باقناع معناها شدوني اخواتي وامي وطفله باهية وطفله باهية وخوذة وكل شيء. خذيتها الطفله. خذيت لبناني. اما قبل العرس بثلاث ايام. قبل العرس بثلاث ايام جبت الطفله على جنب وحكيت لها الحكايه الكل. قلت لها القصه كلها قبل العرس بثلاث ايام. قلت لها على القصة كل قدر بثلاث أيام. بطل العرس؟ لا خلينا نكمل لك الحكاية. هاي تفضل. سامحني. تفضل بالعكس. لا قلت لها قبل بثلاث أيام من العرس قلت لها على الحكاية الكل وقلت لها راهو أنا باش نعيش في بيت وحدي وأنت باش تعيش في بيت وحدك. قالت لي كيفاش تجي هذه؟ قلت لها أنت معناها اللي باش تطلبوا الكل يتوفر لك. قلت لها اللي باش تطلبوا انت كل باش يتوفر لك معناها اللي حاجتك بيه كل يتوفر لك. اما انت راك باش تعيش وحدك وانا باش نعيش وحدي. انت تحب تجيب اللي تجيب للدار وانا راه باش نجيب اللي باش نجيب للدار. وانت راك باش تشوف حاجات ما تحبهاش معناها تاثر عليك وانا باش نشوف حاجات ما ماش تاثر علي. حكيتو هكا؟ انا حكيت لها هكا. هي من الاول ما عرس من الاول ما وافقتش. مو ما حبيش نقول دارنا اللي هي معناها العرس باش يبطل وكذا. بعد ما كنا حكيت 12 ساعة طلبت. قالت لي راني موافقة. قالت لك هكا موافقة؟ اي قالت لي راني موافقة. وعلاش؟ في تقييمك وقتها؟ ما نعرفش يكون فماش يكون أثر عليها يمكن خاطر تعرف اللي معناها نحن صاميم لبس بينا معناها من حكاية فلوس معناها يكون هي لحكاية الفلوس. تقول انت طمعت وقتها؟ الله اعلم من عرس. الله اعلم به المفيد معنا توا عامين مع عرس به سمح هي الليمات الاولى نتاع العرس الليمات الاولى عملتوا عرس عادي الساعه عرس عملنا ممكن. عرس لا عملنا عرس عادي اي روحنا للوتيل مشينا مع بعضنا للوتيل كذا انا جبت روحي مشيت بت في بيت واحد اخر هكا اي ما نجمتش وهي هي عليها. انا اللي يهمني طبعا هي انت حددت لي موقفك اما هي فمشكون رد الفعل ما هي عاديه عندها خاطر ديت العرس ديجا بديت ما ديت العرس هي جابت تكون بيت معاها شنو هو ديت العرس جابت تكون بيت معاها لا تحكي لي حاجه في الخيال ما نصدقش والله كيما نحكي معك تحكي بشدك والله كيما نحكي انت موافقه ما نجمتش نعملها خاطر خاطر كانت باش تفضحني مع الدار. امبوسيبل. بعد بدات كيما نقولوا فاز كي بداوا زوج يحكيوا مع بعضهم مثلا كي بدا مثلا واحد كبير وواحد صغير يحكيوا مع بعضهم.
يقولوا مثلا كي تي معنا كي يخبطوا على بعضهم في الكلام يقولوا صف الياجور طاح بيناتهم، فهمتني؟ انا وياها صف الياجور مش طاح، صف الياجور طاح حيط كامل. ولينا في الدار، هي تجيب صاحبها بحثي على الدار، انا نجيب صاحبي معي للدار. بجدك؟ وال خاطر انا ما نجمتش، ما نحبش تنحالي الحكايه هذيك نتاع الصغر، وهي معناها عادي. وزوز هي وزوز معناتها تراو بعضكم وتحكي وعادي. مرات يجي نفس، مرات يجي نفس الانسان. اسمعني باش نسالك سؤال بجاه ربي وسامحني فيه. اي السؤال هذا يتسالني كل يوم على موضوع هي. سرك في بير في موزايك. يقولوا لي العباد اللي يحكيوا في الحكايات نتاعهم يكذبوا والا صحيح. ويقولوا لي يمثلوا ويعملوا في افلام معناتها باش يحكيوها والا صحيح. بربي جيت بجناب الله، ما عندك تحكي فيه صحيح ولا تفلك؟ لا ولا صحيح، اقسم بالله العظيم شيخ. انا مش هذيش، انا هاني سالتك سؤال جاء في ذهني، سالوني فيه برشا ناس. قلت اي والله ما نساله لك، مش معناتها باش تكون شهادتك من الدين ولا شهاده صحيحه. أنا جوست كتبين انا مثلا نحكي لك حكايه، نعطيك موقفي انا مستغرب. اقسم بالله العظيم بوش بيك نكملك نحكي لي مقلقتني. تفضل تفضل. علي قلقتك انت كي قلت لك انا بوش بيك توا ومتفاجئه، حسيتك تقلقت. ليه عندك الحق، عندك الحق. اما فما حكايه اخرى زاد مش تفضل كمل. اي مغيزتني على الاخر الحكايه. مرتي عندها معني جاب الطفل، تسمع فيه ولا معاك؟ معاك. انا قاعد نتبع فيك. مرتي جاب الطفل من شكون؟ ما عرفتش، من صحابها اللي جابت معاه في الدار. البنيه قداش عمرها؟ طفل عمرها توا حكيت 9 شهور. انت كيفاش تتعامل معها البنيه؟ انا الطفلة قدام الناس نتعامل معها كانها بنتي، ونلعب معها وفضلك معها وكل شيء. الحكايه مقلقتني انا، مرات كنت نبز انا والمراه، جيني مثلا قدام اخواتي قدام امي تقول لي اسمعني برا مشي راجع روحك، انت ما عادش تمس الطفله، تو تمسخها كيفك الطفله. تغيظني انا كي يجوا اخواتي لبنتي انا بها طفله على اساس بنتي انا، هاي بنت خويا، هاي بنت خويا، هاي كذا، جي هاي بنت ولدي، يبدا يبوس ويحمل ويشوف. موقف محرج. انا تخيفني الحكايه. شوفي يا لكي كلها محرجة برشا بصراحة، انت فريمون سي سي ما نجمتش نعرضها. اسمعني انا ما نجمتش نعرضها على حتى شيء، على خاطر هي باش تجي تفضح لي قدام الدار وتكبش معي على باش تيح قدري انا في الدار واللي ما عادش نعرف حتى شيء. سامحني سألت مرتك شكون ابوها الطفلة؟ هي بيدها قالت لي ما نعرفش. انت مقتنعة باللي قاعد صاير هذا كله؟ مانيش مقتنعة، اما اعطيني حل اخر انها معناها باش تحب باش يتيح قدري في الدار، ومن الاخر باش نولي تكركيرة حتى في دارنا، باش نولي تكركيرة ولي ما عادش يحكي معايا حتى واحد. شوف انت خايف كان من الدار؟ خايف من دارنا وخايف من المجتمع وخايف من الدنيا الكل. اما بسمعني شوف انا ما نز... انا تعرف علاش كلمتك مثلي ولا... اسمعني انك تكون مثلي هذا اختيارك الخاص، حريتك الشخصية. في تقديري أنا لو كان باش نحكم بالمنطق الديني ولا الأخلاقي ولا الأخلاقوي ولا بمنطق الفهم الاجتماعي متاعنا والأخلاقي متاعنا، باش نظلمك باش نظلمك ظلم كبير. تسمع فيها أنا ما نخيرش نحكم بالمنظار هذا، نحكم على أنه أنا ضد برسونال مو، أنا شوي كمطخ ضد. أنا فاهم. لا أمان دقيقة هنا، خاطر يلزم القضية هذه نلبسوها ونعرفوا كيفاش نحكيوا فيها باش كل واحد ياخذ بايته، تفهم فيها. أنا بيرسونيلمون ضد أي معناتها كيفاش يقولوها، ضد أنه إنسان يختار أنه يكون مثلي سواء كان بارديفو وإلا اختيار منه هو. وفي الآن نفسه ما نحبش نحكم عليك ونعتبر هذه حريتك الشخصية وحريتك الخاصة. بالمنطق الديني ربش ندخله في الحرام وما يجيش وكذا وهذا ما يصيرش وكذا وحكايات. هني باش نلتزم معاك الحد الفاصل بين الأخلاق والدين والمجتمع. ودايور مادامني نسمع فيك إلا ما الفواصل هذو ما حطيتهم في ليني
معناتها في ليني مستقيمة. كمل يلا. كان أقول لك أنا ذيك هي الحكاية اللي مقلقتني. أنا طلبتك الليلة حبيت إنسان نحكي له باش نفرغ له قلبي وكا. مشيتش البسيكاتر ساعة أنت فاهم صعب. مشيتش البسيكاتر؟ والله ما جربتش. جرب ياسين، لازم تجرب. والله ما جربت أنا باش نمشي خاطر نحكي ما نجمت نحكيها راه. إيه شو أكد جرأت وحكيتها لي الليلة؟ انت ليله ما نعرفش كيف هي. والله ما نعرف كيف تعرف علاش خاطر تحب تخرج من هالحكايه. انت ليله تحب تخرج من الحكايه. انا بالنسبه لي انا 30% من حكايتك بديت تمشي في الطريق الصحيح. انك حكيت انك تكبت روحك وتكبت المشكله اللي عندك وما يعرفوها. انا ما نحبش تكبر الطفله. انا الطفله راهي تكبر. انا الطفله راهي قايده. الطفله باش تكبر وماهيش بنتك. انتي ما انتي ما عملتش حياة زوجية وعلاقات زوجية مع مرتك هكا ولا عمري؟ ايه وضع طفلة ماهيش بنتك، هذا متفقين فيه. لكن انتي رضيت بهذايا؟ ما نعرف. اسمعني انا مرو خاف نكلمها وقولها اي حكاية باش تفضحني. ماذا خاطر تصور انتي تجي غدا نظرنا انتي بهي علاش وتقولي يا احترم روحك برمشي راجع روحك ما تمسخليش. طب انا خاف لتكبر الطفله مثلا حكيت معيش بنتي ولا هذيك حاجه متفقين فيها اللي هي مش بنتي. اما خاف لتكبر الطفله تشوفها هيك كيفاش معناها تشوف امك باش تتعامل فيا معناها كيفاش بكين تعارك. بس مرات لو نبداو مع بعضنا في الدار اعتبرها مثلا ما حدش اعتبرها مرا وراجل عاد من فضلك ونضحك ونخرج ونحوسوا مع بعضنا معناها اعتبارها مرا وراجل معرفين وعايشين حياتهم الطبيعيه. انت كيفاش تحمل تعيش مع مراه؟ مرات كي نتغشوا من بعضنا تولي تتكلم في كلام ما نعرف كيفاش تعملي. انت رديتني هكا انت لازيتني هكا. انت كيفاش تحمل سامحني ياسين، كيفاش تحمل تعيش مع مرأة تحت سقف واحد وتعرف اللي الوليد البنية اللي جايبتها ماهيش منك انت، وتعرف ميولك انت الجنسية تعرفها معناتها محددها، تقبل في حاجة تخالف ميولك الجنسي والا ما حتى موقفك. انت تو تقولي خايف من الدار، انت كيفاش تخاف من الدار وتقبل تاخو مراه بور لا فورم جوست لانه عندك ميول جنسي معين؟ علاش تتزوج من اصله؟ هما رمي دارنا هما اللي كبشوا هما اللي بقاو هاك خايف منهم انت تو سامحني انت هاك خايف منهم تو. انا الطفله دي حتى كان ما ريش الطفله هذه حتى كان ما حبتش معناها ما من ذيك ما نحكيت لها انا الحكايه من الاول مقبل بالتفاهم. انا ما فهمتش علاش وافقت وقتها بعدها كلمتك انا من الاول ما وافقتش راهي من الاول قالت لي لا ما نجمش. من بعد خدمه مخها وافقت. ما نعرفش خدمه مخها فما شكون اثر عليها فما شكون اعطاها. المشكله مش هوني يا ياسين. مش هي المشكله، هي مش غاديه يا عمر. المشكله مش غاديه. ما نزمتش معناها حتى كي ندخل الدار نحس في روحي حتى نكون نضحك نفدك البر ندخل الدار نتخلب فيه. تعرف حتى باش نعطيك راي سيتواسيون ايغريفيرسيبل ما تنجمش تصلحها. ما فماش حاجه تنجم تتصلح مالوروزمون. يا نحكي في موضوع البنيه راهو في موضوع البنيه اللي هي ماهيش بنتك هذه حاجه ما تنجمش تصلح. البنية لا ذنب لها تخلقت من أب غير شرعي بموافقة. أنا نعيشوا في الجو هذاك. شنو الحل؟ شنو عملوا لها؟ سامحني البنية شنو باش نعملوا لها؟ البنية جات في الظرف هذا بموافقتك أنت. هاو لهنا ندخلوا توا في سلسلة الأغلاط. بموافقتك أنت وبموافقتها هي. أنت اللي رضيت أنه رجال أخرين يدخلوا لدارك. وأنه مرتك تنجب من رجل آخر وعلى عينيك سامحني. هنا اللوم عليك وندخل فيك. اللعب لا في اختياراتك وفي ميولك وفي كذا أمورك الخاصة مسألة تخصك كان أنت. شفت الورطة وقت اللي دخلنا في أشخاص أخرين وفي ناس لا ذنب لهم في ميولك أنت ولا في ميولات زوجتك. أي توفى مبنية عمرها 9 شهور باش تكبر اكزاكتومون وأنت فقد به الموضوع هذا. كيف باش تكبر؟ شنو كيفاش تخزر لها أنت وأنت شنو باش تقول لها وهي شنو باش تقول لك؟ انا تعرف انا عندي تو مازلت على الوضعيه هذه سامحني.
انا توا عندي بريود نتاع حكايه عام عام وشهر ما صارتش حتى حكايه، معناها ما صارتش حتى رولاسيون من طرفك انت مع رجال. وهي ما صارتش حتى رولاسيون جمله. لا هي معناها مليش القط مليش القط بروحها حبله، معناها مليش القط بروحها حبله، ما صارش حتى شيء، معناها عملت حتى شيء. شو باش تعمل يا ياسين؟ معناها ملي شلقت بروحها حبله، معناها ما عادتش عملت حتى رولاسيون، حتى كي تولدت الطفله وجبت الطفله هي ما عادتش حتى رولاسيون مع حتى راجل. هي طابش قالت لي معناها بالفم والولاء. اش قالت لك؟ قالت لي رانا جبت الطفله هذه في غلطه، قالت لي ما عادش نحب نغلط ونجيب طفله اخرى. الغلطه وقعت والبنيه موجوده. سامحني. هي قالت لي راهو جات. ما لا ما نحبكش تبرر. لا 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 اسمعني يا سيدي. لا مش نبرر لك، هي على لسانها. هي حتى على لسانها. نقول لك ايش قالت لي؟ قالت لي نعيشوا مع بعضنا معناها كراجل ومراه. قالت لي انا ما عادش باش نعمل حتى شيء، وما عادش باش ندخل حتى راجل لداري. قالت لي زيني انا جبت الطفله هذه معناها سيبه، وما عادش نحب الطفله هذه يصير لها حتى شيء. قالت لي تحب نعيشوا مع بعضنا عاديين، والطفله بطبيعتها مقيده باسمي معناها. خذي تحب نعيش مع بعضنا والربي والطفلة، وهو كنت على روح كون على روحي، معناها لا أنت تعمل حاجة لا أنا نعمل حاجة. ما بعد مسار أنا بقيت أنا بقيت مستغرب من بعد مسار هذا الكل. أما من اللي حبلت بالطفلة هذه اللي تولدت الطفلة اليوم من هذا كتبر على سمح. ياسين ياسين أنت قاعد تبرر قاعد تبرر. مش نبرر، أنا نحكي لك في اللي خلته. هي ما عاجبك التبرير أنت، خطر أنت تحب نحب أترك الحكاية. انت تحب تستوبي المشكله غادي، يعطيك الصحه. تحب المشكله تركح غادي، معناها هي تحب تربي بنتها، تربي بنتها ونربيها مع بعضنا وكهو. معناها اول خطوه، اول خطوه ياسين بسيكياتر. انت مش حكيت لي اليوم ديجا شجاعه كبيره منك، ونحسك اختيار وتورطت فيه، والورطة مشتركة بينك وبين المرأة اللي خذيتها. دونك جو بونس في جرأتك أنك تحكي تحب تحل هالمشكلة هذه. أنت تحب تغير ميولك الجنسي هذا ولا ولا راضي؟ أنا ديجا أنا قلت لك عندي عام وشهر راضي بي أي حتى بحمانها. تحب تغير ميولك الجنسي أنت ولا نسأل بتبيع. فيك رغم أنيش نحن لنأثر عليك. لا تحب لا بتبيع. تحب تغير؟ نحب نغير. أتوا نكلمك غدوة ياسين ونعملوا رانديفو مع بسيا. تقبل أنت؟ والله نحب نبقى نخمم في الحكي قبل. خمم. لا 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 شو 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 حماية لمعطياتك الخاصة ومعطياتك الشخصية وكل شيء. البسيكياتر مش بيجي يحكي بك ويقولها واللي جاي حكاوة ولا قلت لك أنا بعثك لشكون وتمشي تحكي الحكاية هذه البسيكياتر. لازم ضروري. باهي مريكل داكورد سيدي مريكل. اوكي خويا مرحبا بك. صباح الخير لك زين يا عاشق. يلا نستقبل تليفوناتكم على دوختني الحكايه شوي على 71 113 الف وراجعين.